سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدا يا صاحي كي يكون قوم اسمه بحيي عام دسانش وتشوف قوم إعلامية بحيي لدن تعرف من مجلس تعرف فكر من مجلس تعرف فكر من نتبيس تعرف فكر من هاوشيرس تعرف فكر من كوري تعرف فكر من إلا فشافيه الطاعون والأوجاع أت معاشرس أت سماجس أت سوسايتي بليغ مسلطي ما كرنا بليغ طاعون بندلك هذه حياتي كنتيجة 1400 سال قبل إعلانية بحياة إعلان كرنا إعلانية تعرف فكر من مجلس تعرف فكر من بريس تعرف فكر من نتبيس تعرف فكر من همشيرس تعرف فكر من كوري تعرف فكر من ماجي إعلانية بحياة حضورنا إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع أت معاشرس أت سناجس أت سوسايتي شو بليغ مسلطي ما كرنا بليغ طاعون بندمك بحيائي کا نتیجہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم نئی نئی بماری یمن پچمیو بوزمت یاس تم بماری تا سوسائیتی تا سماج اسم زوتا کہہ جی اس لیے کسو سماج چو بے حیاء بنیو ما جی کوری کرت اتواس نیرن دوہ دین برن گرن سو ویت حکم تہندر گرزن یم دریا واسن یم آسن ہوچ بچ یس ڈرینیج سسٹم آتا ہے سسٹم ویت حکم تہندر گرزن تنگ چونچ پپن چیرن سو تنگن ہن پپنک زمان الگ چیرن ہن پپنک زمان الگ چونٹن ہن پپنک مگر کلائمیٹک چینج بس سے سائنس پڑھنا وا کیا سائنس تو پڑھائے گا شیخ العالمن یو سائنس اس پر بوت تنگ چونچ پپن یہ کلائمیٹک چینج کیوں ہے اس لیے کہ انسان کا عمل بدل گیا ہے انسان شیطان بن گیا ہے انسان درندہ بن گیا ہے انسان خونخوار جانور بن گیا ہے اس لیے یہ کلائمیٹک چینج ہے میں اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر یہ کیسا کوئی مچھان چھو اس پنن عملن ہن نتیج قرآن ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یسی بگار یسی بیچینی یسی بدامنی یسی بیسکونی یسی قتل و غارت گری یو توی مچھان چھو یسی انسان سنس پنن عمل ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا يكازي شو الله تعالى شو امس يتان سمجاون اس غلط كام كران شو كتنوك تھوڑا بہت نتیج پورنے کے تھوڑا بعض الذي تھوڑا بہت تاکہ یو کس واپس شو یو اسی بد عملی تراؤن یو اسی غلط کری تراؤن یو اسی گناہ تراؤن تاکہ یو اسی پگا آخرت اسمز تاؤن اسلام ہاں اس لیے میں نے گزرو ماجی کوری کریت اتواس نیرن دوہ دین برن گرن سوچ ویت حکم تہندر گرن تن تن چوٹ پتن چیرن سوچ خوشی حقس دنیا دورن سوہا ماجی آسی وادر راج خوشی حقس دنیا نورن سوہا ماجی آسی وادر راج وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُطْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ فدمرناها تدميرا يلعسته بستي سانشن تباكر خدا سبنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففتقوا فيها تم بستيهم يسمال دار تبكتشو سسو خدا يسز ما فرماني لاغانك أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول يتيتات بسيفت خداي سنز حجت قائم قسانش فدمرناها تدميرا فرهم اس بسيط بسيط کو اُلٹ اُلٹ کر کے رکھ دیتے